تعتبر غابات الأمازون هي أكبر الغابات المطيرة في العالم، وتحتل مساحة مشتركة بين عدة دول مثل البرازيل، البيرو، كولومبيا، فنزويلا، الإكوادور وبوليفيا. في الواقع إنها غابات ضخمة جداً، بحيث تمثل نصف الغابات المطيرة المتبقية على وجه الأرض حتى الآن. وفي هذا المقطع لن نتحدث عن غابة الأمازون، وإنما سنتحدث عما تمتلكه هذه الغابة الضخمة من كائنات خطيرة. فلنبدأ. العنكبوت البرازيلي الجوال. يعتبر هذا الصنف من العناكب من أخطرها وأقواها سمية في العالم، حيث إن لم يتم علاج أي شخص تعرض للدغة هذا العنكبوت فإنه سيؤدي به إلى الشلل. وقد سميت هذه العناكب بالجوالة لأنها تتجول ليلا كل يوم بحثا عن فرائسها. الرضوفيات. تتمثل خطورة هذا النوع من الكائنات، أو ما يسمى كذلك بالحشرة السفاحة، في امتلاكها سماً بقدرته أن يذيب فريستها من الداخل إلى الخارج، إذ تتغذى على الحشرات الأخرى، كما أنه بمقدرتها أن تؤذي البشر إذا قامت بخرق جلده ودس سمها فيه. وحسب الإحصائيات فإنها تودي بحياة 12 ألف شخص سنوياً. النمل الرصاصة. نعم، النمل هو كذلك يصنف من بين أخطر الكائنات التي تعيش بغابات الأمازون، إذ تعادل خطورة النمل الرصاص خطورة أسماك البيرانا، فهو يتحرك دائماً في شكل مجموعات كبيرة. والخطير في الأمر هو أنه حتى إن كان وحيداً فإن لدغته تعد قوية جداً، حيث تكون مرفوقة بالقليل من السم. وطبعاً إذا تم لدغ الشخص أكثر من مرة فقد يؤدي ذلك حتماً إلى الوفاة. الضفدع السام. من مظهره المباغت، هذا الكائن الصغير قد لا تحكم على خطورته وسميته، لكنه يصنف من أخطر الكائنات بغابات الأمازون. إنه الضفدع السام. يفرز هذا النوع من الضفادع سماً قوياً بقدرته قتل إنسان بالغ، فتحول جلده إلى لون ساطع يدل على تحذير للحيوانات المفترسة أو الكائنات الأخرى التي قد تهدد حياتها. حريش الأمازون العملاق. يعتبر هذا النوع من الكائنات من أخطر الكائنات الموجودة بغابات الأمازون، إذ يبلغ طولها ما يفوق 30 سنتيمتراً، وتعد كائنات مفترسة وشرسة جداً بمقدرتها أن تتغذى على أي شيء يواجهها وعلى أي شيء تمسك به، كما أنها تعتبر من الكائنات الخبيثة لكون أنها تلتف حول فريستها بجسمها وتبدأ بالتهامها وهي حية. البعوض. أعتقد أنكم ستتفقون على أن البعوض هو واحد من الكائنات التي تهدد دائماً وباستمرار الحياة البشرية على وجه الأرض، وذلك لكونها تتسبب في نقل العديد والعديد من الأمراض الفتاكة عن طريق الدم، آخرها فيروس زيكا الغريب. وتتمثل خطورة البعوض في أنك لن تستطيع رؤيتها وهي قادمة نحوك، ولا حتى أن تشعر بلدغتها الخفيفة والتي تعد من أخطر اللدغات على وجه الأرض، الشيء الذي جعلها من بين أخطر الكائنات الحية بغابات الأمازون. التمساح الاستوائي الأسود. يسمى الأسود لأنه يملك جلداً أسوداً يمكنه من التخفي عن الأنظار. يعتبر واحداً من الحيوانات الأخطر والحيوانات المخيفة في غابات الأمازون، فهو يستطيع أن يأكل أي شيء يناسب حجم فكيه بما في ذلك البشر، ويحدث ذلك عندما يمر بالقرب من تمساح جائع. الجاكوار. يعد الجاكوار هو ثالث أكبر القطط في العالم حجماً، والأول في أمريكا الجنوبية، وكباقي القطط الأخرى فهو انفرادي يتغذى على الغزلان والخنازير البرية، الكسلان والثعابين والمواشي والقردة. يعتبر الجاكوار من أخطر الكائنات التي تعيش بالأمازون لامتلاكه عضة قوية جداً تتيح له اختراق قذائف الزواحف المدرعة كالتماسيح، وتوظيف طريقة قتل غير عادية
إذ يقوم بالعض مباشرة من خلال الجمجمة ليلدغ الدماغ لدغة قاتلة. ثعبان البحر الكهربائي. يملك هذا الثعبان سبحان الله قدرة خارقة في توليد تيار كهربائي يساوي 5 أضعاف ما يولده مقبس الحائط لديك، وعادة فهي لا تسبب خطراً مهدداً لحياة الإنسان، وإنما إن تعرض الشخص إلى صاقة كهربائية منه فإنه على إثرها سيغرق في البحر. قرش الثور. من بين 480 نوعاً من القروش في العالم، 3 أنواع منها تعرف بحبها لمهاجمة البشر، وقرش الثور يعد واحداً منهم، ربما بسبب عدوانيته الشديدة والظروف التي يعيش فيها في غابة الأمازون يجعلانه في غالب الأحيان يهاجم البشر. الأناكوندا الخضراء. لا تعد الأناكوندا الخضراء هي الثعبان الوحيد الذي يوجد في غابة الأمازون الممطرة فقط، بل هناك العديد من أنواع الثعابين الأكثر خطورة في هذا الجزء من العالم، والعديد من هذه الثعابين تملك من أقوى السموم الفتاكة في العالم، وأولها الأناكوندا الخضراء إذ تنمو حتى تصل إلى 3.7 متر. أسماك البيرانا. معظمنا يعرف على أن أسماك البيرانا تستطيع تمزيق اللحم عن العظام بسهولة وفي ثواني، وهذا صحيح، فهذا النوع من الأسماك يصنف من أخطر الأسماك في العالم وأكثرها فتكاً، إن لم تكن من أخطر الحيوانات، إذ تتمثل خطورته في كونه كائن لاحم، والخطير في الأمر هو أنك لن تجد سمكة بيرانا منفردة، بل أن هذا النوع يتجمع في مجموعات كبيرة حتى يمثل قوة وينقض على الفريسة ويلتهمها في طرفة عين وكأنها لم تكن، وطبعاً تمثل خطراً كبيراً على الإنسان وتهاجمه كذلك، وبالتالي فهي تستحق أن تكون في صدارة قائمة أخطر الحيوانات التي تعيش بغابات الأمازون. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.